ده بانكرياتيتس. بانكرياتيتس يعني inflammation of pancreas. هتتعرف ممكن تديله ميتوكلوبرامايد دومبريلون بس المهم ملونه بيتحسن شويه بيتحسن شويه بس طبعا على حسب السبب يعني. هو بيعتمد اكتر على التظبطات النفسيه اكتر من اي حاجه. يلا بقى بانكرياتيتس اكيوت بانكرياتيتس بيحصل اكيوت انفلاميشن اوف بانكرياس. بصوا يا جماعه القصه دي ركز كده معايا شويه كده ايه فيسيولوجي من اللي انتوا عارفينهم يعني. بص يا باشا لو ادي هنا ديودنس احنا اتفقنا ان هنا في البنكرياس جاي في السبيس ده كده وهنا في الداكت بتاعته اسمها بنكرياتيك داكت بتيجي علشان تفتح في الابولا او بتر وبتيجي معاها هنا نازله كده معاها الكومن بايل داكت عشان يفتحوا هما الاثنين في الابولا او بتر. في سفنكتر بيتحكم في الفتحه دي اسمه سفنكتر اوف هولدي. حلو كده؟ الاثنين بيفتحوا مع بعض. طيب اول سؤال ليه الاثنين بيفتحوا مع بعض؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بص ربنا انت كل ما تعرف الحاجات بتاعت الفسيولوجي دي كل ما تقول سبحان الله ربنا عظيم وبيخلق كل شيء بقدر. بص بص افهم اللي انا هقوله ده كويس قوي. ليه ربنا جعل فتحه البيريال سيستم مع فتحه البنكرياس في نفس الحته؟ حد عارف ليه؟ دي شايله بايل والاثنين مهمين في الدايجيشن والابسوربشن. طب ما كانش في فتحه هنا ودي فتحه هنا وفتحه هنا. الدايجيشن بتاع البنكرياتيك ايوه بيحصل عن طريق البايل. هو كده بصوا يا جماعه بصوا اللي جاي من الاستومك ده مش ده مليان اتش سي ال؟ طيب الاتش سي ال لو موجود هنا والبنكرياتيك انزايمز نزلت على هذا الاتش سي ال هتبوظ تماما. اللي بيعمل اكتيفيشن البنكرياتيك انزايم لازم تكون حاجه الكالاين عشان كده سبحان الله شوف الفتحه هي فتحه واحده يبقوا هما الاثنين يتقابلوا هنا وهو بينزل هنا البنكرياتيك جوز يحصل له اكتيفيشن عن طريق الالكالاين ميديا بتاعت مين؟ طب بص عشان تقول سبحان الله تاني بقى بص سبحان الله 100 مره بص بص تقول لي طب ليه ما حصلش الكالاينيزيشن للبنكرياتيك جوز وهو ده هو جاي هو جاي كده؟ بس هو لو حصل له هو خد الكلاين يعني وحصل له اكتيفيشن هتلاقي البنكرياس ياكل نفسه هيحصل اوتو دايجيشن هياكل بس هو عباره عن خلايا بروتين وفات كده فيقعد ياكلهم ويقعد يهضمهم مش هو بيهضم البروتين والفات هيقعد ياكلهم والله عشان كده ربنا بيخلق هذا البنكرياتيك جوز بيطلع هنا في ايه بقى؟ في صوره بريماتيور اول ما يجي هنا ويقابل البيريال سيستم ايه اللي يبدا يحصل له يا جماعه؟ يبدا يحصل له اكتيفيشن ويبدا يبقى اكتف يعني هو بيفرز بصوره برو انزايم يجي هنا يبقى ترو انزايم. مفهومه القصه دي ولا لا؟ يبقى ده نورمال فيسيولوجي لازم نكون عارفينه كويس قوي. لما نيجي نقول لحضراتكم كلمه اكيوت بانكرياتايتس يعني ايه كلمه اكيوت بانكرياتايتس؟ يعني اكيوت انفلاميشن اوف بانكرياس ديو تو اسمع الكلمه دي premature activation of pancreatic enzymes. حد يترجمها لي؟ يعني الانزيمز حصل لها اكتيفيشن فين؟ طب يا دكتور معلش واخد كلامك حلو. ايه اللي هيخلي يحصل لها اكتيفيشن هنا؟ في حاجتين. في حاجات عايزه تعمل اكتيفيشن وفي حاجات بروتكتيف. فلما تيجي الحاجات اللي عايزه تعمل اكتيفيشن تتغلب على البروتكتيف ميكانيزم فهذه الحاله يحصل اكيوت بانكرياتايتس. اول واشهر واخطر سبب يعمل اكيوت بانكرياتايتس هو بيريا ريسبونس. بس ايه بقى؟ بعدين لو انا عملت سونار لواحد ولقيت عنده جولد بلادر ستون حصوه كبيره كده قول له سيبك من ده مش تعباك مش هتشل. عارف الخوف كل الخوف ايه؟ في الحصوات الصغيره. اصل حتى الحصوه الكبيره لما تيجي تشرب حته كبيره تبقى بتشيلها وشايفها وكل حاجه. المصيبه الكبيره تبقى حصوه كده تفوته صغيره. تفضل نازل وتيجي تشقلب كده. يا نهار ابيض ايه اللي حصل؟ حصل استجنيشن لمين؟ لما يقعد البنكرياتيك جوز لفتره طويله هنا يحصل له اكتيفيشن. حصل له اكتيفيشن هو فين؟ وده حلو ولا مش حلو؟ يروح واكل نفسه. فدي كلمه اوتو دايجيشن اللي انت هتشوفها. اوتو دايجيشن يعني هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي عمال ياكل في نفسه وده اشهر سبب وده اول سبب. تاني سبب
ثاني سبب اكسسيف الكول انتيك، خاصة لو واحد شرب كحوليات كتيرة مرة واحدة. كحوليات كتيرة مرة واحدة يعني قاعد يسكر 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 جامد قوي. الكحوليات بتعمل ايه؟ بتعمل كذا حاجة. اولا الكحوليات كسابستنس بتعمل بريماتيور اكتيفيشن اوف اللايف، ده بالاكشن بتاعها. تاني حاجة بتعمل ايه؟ بص، في حاجات ربنا خلاها تصنع في الليفر عشان تيجي تحمي هذا البنكرياس. على فكره في حاجه انتوا عارفينها، الفا 1 انتي تريبسن، فاكرينه؟ ده كان بيعمل ايه؟ بيحمي مين يعني؟ كان بيحمي الالفيولاي، فاكرين؟ وكمان بيحمي البنكرياس. تقول طب ده بيتصنع فين؟ في الليفر. طب واحد بيشرب كحوليات كتير، اخبار التصنيع دي؟ وفي برضه انزيم ثاني اسمه ستريس انتي ستريس، ده بيحمينا من هذه الانزيم، برضه بيتصنع في الليفر. فاللي بيشرب كحوليات كتير اخبار الحاجات اللي بتتصنع في الليفر ايه؟ مش قد كده. فبالتالي بتقل البروتكتيف باور، عشان كده فرصه ان حد بيشرب كحوليات ويحصل له اكيوت بانكرياتايتس كبيره قوي. لو جه وده في النواه، ده في الجراحه بقى، يجي دكتور الجراحه يقول لك قول لي يعني ايه اسباب الاكيوت بانكرياتايتس؟ اللي هيقول كلمه قبل الجولد بلادر ستون والالكوليزم او الاكسسيف الكول انتيك يبقى مخطئ تماما تماما تماما. دول اكبر سببين واهم سببين، وبصراحه انا ممكن اكتفي بيهم بس. يبقى لما اقول لك acute pancreatitis تقول لي حاجتين، قول لي حاجتين، small gold bladder stones او يكون عنده excessive alcohol intake. طب لو حبينا نلغي بقى، لو حبينا نلغي اشياء اخرى، بص يا دكتور ممكن يكون السبب تيومر. تقول لي التيومر هيعمل ايه؟ سهله جدا، تيومر هيد مش هيعمل obstruction ولا ايه؟ كانسر هيد اوف بنكرياس ما هتعمل obstruction، صح ولا لا؟ ما هي malignant cells وبتعمل infiltration هنا، او يعني ممكن يا دكتور فوق الكانسر بنكرياس يحصل معاه اوتو دايجيشن اكيوت بنكرياتايتس. ممكن دي هو النقطه يعني. ممكن ادويه، من اشهر الادويه وعلمه عليها عشان في الام سي كيو، الادازايبرين. ايه الادا ده عارفينه؟ والله عارفينه. سايكوتوكسيك دراج ده بتاع حاجات كتير، حاجات كتير احنا قلناها مع ايه؟ مثلا مع الانترستيشن بالمونري فايبروز وحاجات زي كده. سايكوتوكسيك مع الاميرو سابريزم، مع الاوتو اميون هيباتايتس. هو اميرو سابريزم دراج، هذا الاميرو سابريزم دراج بيعمل اكتيفيشن اوف بنكرياتيك انزيمز بريماتيور اكتيفيشن، فيؤدي الى يؤدي الى اوتو دايجيشن واكيوت بنكرياتيك. ده ممكن. ممكن ايه كمان؟ ممكن يكون السبب فايرال انفكشن. شاط المغص ازاي ده بيعمل ايه؟ بيعمل اصلا باروتايتس، بيعمل كمان بانكرياتايتس، باروتايتس وبانكرياتايتس. ممكن ياتروجينيك. فاكرين لما قلت لكم في منظار اسمه منظار القنوات البرية اللي هو الاي ار سي بي، اختصار ليه؟ اندوسكوبي ريتروجريت كولانجيو بانكريات بروجرام، مش كده؟ فده كان بيدخل هنا يوصل لغايه هنا، وبعدين دخل التيوب بتاعته في المكان ده. طب ممكن لما بيدخل هنا يعمل انجري ولا حاجه؟ ممكن يروح فاتحها كده ويبدا يعمل ليك للايه؟ للجوس على التيشو بتاع البنكرياس، ويؤدي الى اكيوت بنكرياتايتس. ده ممكن يبقى سبب. ممكن يكون السبب هنا تقول عليها كروماتيك او ياتروجينيك تمشي. يبقى اذا في اسباب كتيره. الكلمه اسمها ايه؟ الكلمه اسمها اكيوت بنكرياتايتس. طيب برضه بيقول لك من ضمن الاسباب، لو واحد عنده هايبر كالسيميا، خدوها قاعده لغايه لما ناخدها. الكالسيوم بيحب يقعد يترصب في اي حته فيها فات كتير. اي مكان فيه فات كتير يحب يقعد يترصب فيه. على فكره البنكرياس ده مش مشهور عشان اقول لكم، بس هو انا شخصيا شفت البنكرياس، بس مش شفت البنكرياس بتاع المشروع، شفت البنكرياس بتاع الحيوانات. واخد بالك؟ البنكرياس ده بيبقى حاجه هي اصلا الفات كونتينس فيها اكتر من البروتين والمصل. انتوا شفتوا تقريبا كده هو زي المخ يعني، شفتوا المخ؟ كلكم كلتوا مخ او شفتوا مخ؟ ها؟ ما سابوش مخ؟ هو حرام ولا ده جميل جدا المخ ده والله. هو بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على فات كونتنت. فبالتالي هو البنكرياس كده في فات كونتنت كتيره. طالما في فات كونتنت كتيره الكالسيوم يحب يترسب على هذا الفات. فبالتالي لو في هايبر كالسيوم يا جامده، هايبر كالسيوم يا جامده، هيبدا يحصل معانا شويه دي، ممكن يحصل اكيوت بنكرياتايتس. انا اقول عايز اقول لكم حاجه، تسمع القصه دي. اللي بيحصل لهم اكيوت بنكرياتايتس يحصل لهم هايبو كالسيوم. عارف ليه؟ اول ما يحصل اكيوت بنكرياتايتس الكانسر اللي ماشي في الجسم يقول لك ده في مشكله هنا، ده في فات، او يروح يقعد فين؟ لا يروح يترصد في
لا فلما يروح يترسب هنا يبدا يقل بالدم فيحصل ايه؟ فيحصل هايبوكالسيميا، وعلى فكره دي تبقى طبعا حاجه باد ساين. طيب لما نيجي نقول الباثوجينيسيس ايه اللي بيحصل في الاكيوت بانكرياتيتس؟ هو بيحصل بريماتيور اكتيفيشن اوف بانكرياتيك انزيمز ويتش دايجست بانكرياس ويز ديكريز ان بروتكتيف ميكانيزم اللي هو ديكريز الالفا 1 انتي تريبسن وديكريز الانتي ستريس انزيمز او انتي ستريس بروتين، فبالتالي يبدا يحصل عندنا هذا الاوتو دايجيشن. كلينيكال بيتشرز العين دوت المين كومبلين بتاعه ابيجاستريك بين شوتنج تو ذا باك، العيان ما يعرفش ينام على ظهره، العيان يقعد قدامنا مايل كده عامل ستوبنج فورورد او لينج فورورد، ايه الفكره؟ هو البنكرياس اناتومي كان مكانه فين؟ اسمع الكلمه دي شاطر ريترو بريزونيل ايه 19 مين بيقول 19؟ قول لي اسمي انا بتكلم على البنكرياس يا حاجه صباح الضياع ها ايه 19 ملوش مش ده مش عارف البنكرياس؟ والله جبت الجاب ده بنت تقول لي كده 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 عمرك والله يطلع على بعض ليه؟ والله عارفه ان انت ايه؟ هو مظبوط على بعض ليه معاه؟ انا ما بنتش لا بعض ولا بس ايه؟ اه بالظبط ما اسمهاش كده ما اسمهاش كده هم بيقولوا اسمها عندنا دايجستيف كمان عندها سبلمنتري وعندها سبلمنتري سيستم عندهم اه ساينس كده اه ساينس سكاي طيب بص بص يا دكتور يجي يشتكي من ايه؟ يجي يشتكي من سيفير ابيجاستريك بين شوتنج تو ذا باك، العيان ما يعرفش ينام فلات، يبقى مايل دايما لقدام، معاه اسوشيتد نوزيا وفومتنج فظيعه جدا. وعايز اقول لكم قاعده، اي مرض يعمل سيفير ابدومينال بين يحصل معاه ريفلكس نوزيا وفومتنج اند بارت اوف سيمباثي. اي حد عنده سيفير ابدومينال بين هيجيلك اللي عنده ابندسايتس، هيجيلك اللي عنده كوليسيستايتس، اللي عنده بيرفوريتنج اثر، اللي عنده اي سيفير ابدومينال كونديشن لازم از بارت اوف سيمباثي يتعاطف معاه الاستومك وتعمل نوزيا وفومتنج، وده كومن جدا. ممكن العيان ده اللي عنده سيفير ابدومينال بين بالمنظر ده واللي عنده برضه القصه بتاعت النوزيا والفومتنج دي كده بتحصل، تحط ايدك على الابيجاستريا في تندرنس، بس التندرنس هنا غير التندرنس بتاع الكوليسيستايتس وبتاع الابيدوسايتس. ليه بقى؟ اصل دوت ريترو بيرزونيه اللي ورا قوي. هقول لكم حاجه، لو في حد عنده ابيدوسايتس او عنده كوليسيستايتس بنعمل لهم حركه كده، احنا بنعمل حاجه اسمها ريباوند. يعني ايه ريباوند؟ يعني اجي كده امشي كده على بطنه وانا عند الحته اللي فيها الايه؟ الابيدكس، فانا قمت قايم عليها هدوس جامد ما بيشتكيش حاجه، هو رافع ايدي مره واحده يصوت ايه؟ انا هزيت انا عملت ايه كده؟ انا حركت البروتينيه، فهو عنده بروتينيتس فظيعه، فبالتالي يصوت مش مستحمل ان هم يلمسوا بعض البايتر والبيتر لير، فيصوت كده، دي اسمها ريباوند. اللي عنده بقى بانكرياتيتس يعني ما عندوش ريباوند قوي، ليه؟ لان هو اصلا الاستراكشر موجود فين؟ موجود لورا. في تو فيزيكال سايتس بتشوفهم في الابدومين. قالوا ان الاكيوت بانكرياتيتس ده ممكن يعمل تو سايتس، والشاطر عارفه على فكره، كولين سايت وجريترنر سايت. ايه الكلام ده؟ قالوا لما بيحصل اكيوت بانكرياتيتس والاستراكشن ده بيكون هيموراجيك انفلاميشن، مع هذا الهيموراجيك انفلاميشن هو ورا البروتينيوم ممكن يرشح في البروتينيوم. لما بيحصل هيموراج في البروتينيوم بيتجمع في مكانين، يا اما حوالين الامبريكاس، ودي وصفها واحد بلوش ديسكالريشن سراوندنج امبريكاس اسمه كولين، ده سماه ايه؟ كولين ساين. وفي واحد وصفها في الاجناب هنا بلوش ديسكالريشن في الاجناب اسمها جريت ترنر ساين، وعلى فكره دول بيتقالوا في الكلينيكال، يتقالوا في الكلينيكال، في خطوه كده في الكلينيكال اسمها بيجمنتيشن، انا كاتبها كده مع البيجمنتيشنز اللي بتحصل مع حالات الاكيوت بانكرياتيتس في نوعين من البيجمنتيشن. كولين ساين دي فيري امبريكال وجريت ترنر، ودي بتكون في البلانكس على الناحيتين. ماشي؟ يبقى يلا بسرعه بقى، ها يلا بسرعه، لو جيت قلت لك كلينيكال فيتشر اوف اكيوت بانكرياتيتس ابيجاستريك بين شوتنج تو ذا باك، ها طبعا يمنعه ان هو ينام فلات ويعمل انينج فورورد، ومعاه نوزيا وفوميتنج، معاه تندرنس بات ليتر ريباوند، ومعاه كولين ساين، ومعاه جريت ترنر ساينس ممكن يكونوا موجودين، يبقى ده ككلينيكال فيتشر. ها عايزه جميله بس بعد كده كومبليكيشنز على مستوى البنكرياس. ها على مستوى البنكرياس ممكن يحصل ايه؟ والله على مستوى البنكرياس ها ممكن يعني شويه بنكرياتي جوز كده يتجمعوا، الدنيا مقفوله هنا، يتجمعوا كده في اسنس هنا ويقعدوا يبقوا عاملين زي كده.
يسموها سودو بانكرياتيك سيستم. ممكن يجمعوا ويحصل عليهم شوية ديبرس وشوية الزايتس وشوية دلاوي ويعملوا بانكرياتيك ماس. ممكن وارد جدا. ها العين ده اكيد 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 عنده مال ابزوربشن غير ايوب يعني ايه البنكرياتيك جلوس مش عارف مش عارف ينزل. ممكن كمان على مستوى الانتستين على مستوى الانتستين يحصل ايه غير مال ابزوربشن. العين ده يحصل له جي اي تي بليدنج. تقولي ازاي؟ جزء لوكو دلوقتي الاستريس فور كونديشن ممكن تعمل اثر. هذا يحصل له ستريس اثر ويجي هذا المريض بجي اي تي بليدنج اند كومبليكيشن. اسمع الحته اللي هقولها دي الرهيبه. هو واضح من كلام الانفلاميشن ده سهل ولا صعب؟ صعب جدا. عشان هو صعب جدا بتيجي انفلامات ريسيس من كل مكان. من ضمن الانفلامات ريسيس اللي بتيجي البي لمفوسايت. الليمفوسايت دي عشان تاجريفيت الكونديشن وتجيب انفلامات ريسيس بتطلع حاجه اسمها سايتوكاينز. سايتوكاينز سمعتوها مليون مره. يعني ايه كلمه سايتوكاينز؟ هي هرمونز اوف الميون سيستم. ايه وظيفتها؟ هو ايه وظيفه الهرمونز عندنا؟ انها تطلع من مكان وتروح تشتغل في اماكن اخرى. كذلك تطلع سايتوكاينز كتيره. سايتوكاينز عشان تجيب لك ايه؟ نيوتروفيل وتجيب لك ليمفوسايتس ثانيه وتبدا تستدعي بقى الجنود كلهم. زياده السايتوكاينز دي ليها هارمفول افكت. بص بقى السايتوكاينز مي اكت از بروكواجلانت. يعني ايه دكتور؟ يعني السيتوكاينز دي ممكن تستيميوليت الانترنسنج فاست الانترنسنج فاست واي اوف كواجوليشن من غير حاجه. يعني هو عنده اكيوت بانكرياتايتس تلاقي جسمه عمال يكون جلطات وبعد ما يكون جلطات يفك الجلطات فيحصل بليدنج ويكون جلطات. بعد ما يكون جلطات بيستهلك مين؟ انترنسنج فاكتور ويستهلك كواجوليشن فاكتور. ايوه ويستهلك بليدنج كتيره. طيب بعد ما استهلك كواجوليشن فاكتور كتيره وبليدنج كتيره يروح داخل في البيت. عارفين دي اسمها ايه؟ دي اي سي. ها دي اي سي ديستيميليتد انترا فاسكولار كواجلوباثي. هذه السيتوكاينز تروح على الريسبيراتوري سيستم تروح على الالفيولاي تدمر الكابيلاريز اللي موجوده في الانترستيشن وتؤدي الى اكيوت بالمونري اديما نون كارديوجينيك اسمها ارتس. ارتس يعني يعني اكيو ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. تقول لي يا دكتور البنكرياتايتس هنا ايه اللي خلاها تعمل كواجلوباثي كده وايه اللي خلاها تعمل كده؟ هي كده ما عنديش غير حل واحد اقول لك. طيب ممكن يحصل له هارت فيلر كل حاجه بقى تنزل فيها تقول لي ايه؟ هتقول لي يا دكتور السايتوكاينز اللي زادت في الاماكن دي كلها. يبقى الكومبليكيشنز في حاجات في البنكرياس لكن كلمه السر الرئيسيه هي زياده السايتوكاينز لان احنا عندنا سيفير انفلاماتوري كونديشن. تمام؟ اكت از هرمونز يعني هي بتطلع من الحته اللي فيها انفلاميشن. بروكو اجلانت يعني انيشيت الانترنسيك كواجيوليشن سيستم فيبدا يكون جلطات يعني. ماشي؟ طيب دكتور انا كده هي مش هياثر على الانفلاميشن؟ طبعا طبعا هقول لك حاجه هقول لك بس المفارقات ده بقى مع الانفستيجيشن. حته سؤال حلو طبعا. دكتور احنا عارفين بكتيريا زي الاندوكراين والاكسوكراين بارت. اخبار الاندوكراين بارت ايه؟ في حاجتين في حاجتين. الحاجة الأولى أنت تتجادل بجد يقول لك المريض بتاع الأكيوت بانكرياتايتس عنده هايبوغليسيم وبعدين يرجع لك ومرات عنده هايبر جليسيم. هو عنده هايبو ولا هايبر؟ عنده الاثنين. تقول لي إزاي؟ أفهمك؟ أفهمك كده بالراحة اشتري مني. أولا هو المريض اللي عنده سيفير أبدومينال بين كده وعنده نوزيا وفوميتنج لمدة يومين ثلاثة أربعة هذا بياكل ولا بياكلش؟ مش أصلا ده لو كان حاجة تعرف لو كان حاجة هو لو بياكل بيعمل ستيميشن ليه؟ معايد ما طلعش مع الاكل الانزايمز كلها بتستعد فالانزايمز تزيد فالدايجيشن يزيد فالالم يزيد. عشان كده لما اجي اقول لك انا عاجبه ما ياكلش كانت ممنوع الاكل تماما. فاهم ولا لا؟ الفكره ان هو ما بياكلش وانت لسه ما شخصتوش وما ادتلوش فلاورز ولا جلوكوز ولا اي حاجه فيرفور في هايبوغليسيميا. اوكي انا بدات اعالجه او بدات ادي فلاورز يظبط هايبوغليسيميا لان مفيش مين؟ مفيش انسولين. يبقى في الاول عنده ايه؟ هايبو جلايسيميا. ليه؟ ليه؟ يعني مش مستحمل ومش عارف ياكل ولا قادر يبقى عنده هايبوغلايسيميا. ليه تقول لما انا اديله فلويدز من بره انا اديله فلويدز من بره تلاقي الجلوكوز بتاعه شوط اب عالي جدا عالي جدا. ليه؟ لان الله ما عندوش مين؟ الله ما عندوش انسولين. اوكي؟ مفهومه القصه؟ فانتوا هتلاقوها مره هايبوغلايسيميا ومره هايبر جلايسيميا ما نستغربش. ماشي؟ طيب انت كده شكيت. شكيت ازاي؟ جالك واحد عنده سيفير جاستريك بين ويميل قدام
وغالبا يعني ممكن انا كان عندي حصوه في المراره قبل كده ولا حاجه يوسسبكت ان هو عنده ايه يوسسبكت ان هو عنده بانكرياتايتس. تقوم انت عامل له ايه من الاخر كده وما بتهزرش، تروح عامل له انزيم مشهور من هذه الانزيم تشوف نسبته في الدم اسمه اميليز، اميليز سيرم اميليز. مش قوم تحفظ نسبته كام بس هتلاقيه اكتر من 5 أضعافه. خلصت خلصت. واحد عنده هذا البين وعملت له الاميليز لقيته اكتر من 5 فولز، ده معناه ايه؟ ان هو عنده اكيوت بانكرياتايتس وانتهى الكلام، مش عايز حاجه ثانيه. لان انا معايا كلينيكال بيكشر ها وفي نفس الوقت معايا ايه؟ ها معايا سيرم اميليز. هل يا دكتور هذا السيرم اميليز يفضل قاعد في الدم قد ايه بعد الاكيوت بانكرياتايتس؟ ها يقعد لا يقعد يومين ثلاثه وبيحصل له اكسيفيشن عن طريق ايه؟ عن طريق الكدني. ممكن يقعد عادي شويه لو كان في رينال انفكشن او في رينال فيلير او حاجه. هذا الاميليز ممكن يطلع من اماكن ثانيه، ممكن يطلع من اماكن ثانيه، ممكن مثلا واحد عنده استنى اوبستراكشن او حاجه جديد. لكن عايز اقول لكم حاجه، مش هيزيد 5 أضعاف، يعني الفكره كلها ان هو ايه؟ يبقى اكثر من 5 أضعافه. ها مع الكلينيكال بيكشر بتاعتك انت بتشخص. تقول لي مش محتاج اعمل له حاجه ثانيه، كل اللي هقوله بعد كده كلام كوانتر. على فكره زمان كانوا بيعملوا الايديز بس طلع وحش ومش بيعرفوا يحسبوه كويس، فرجعوا تاني اثنين لكلمه اميليز. كل اللي هقوله بقى كلام عادي. ايه رايكم؟ ايه راي حضراتكم نعمل له سي بي سي؟ هتلاقي الوايت بلاد سيلز والليمفوسايت ممكن تبقى عاليه. ها؟ انا قلت ايه؟ مش سبيسيفيك الا اذا كان اكثر من 5 أضعاف. لانه ممكن يطلع لو في انسان اوبستراكشن او حاجه. يزيد ما هو لا بس مش في التيومرز، انتستاينال تعمل اوبستراكشن هو بيرجع للدم فبيعمل. مش لا مش بتاع تيومرز ولا حاجه بس الفكره مش كده. الفكره ان انا عندي واحد عنده ايبيجاستري بيت والاميليز اكثر من 5 أضعاف، دي الفكره. ان انا مش بعمل تحليل كاسي. طيب الوايت بلاد سيلز عالي، اوكي؟ ده مهم. طيب تفتكروا حضراتكم البلاد جلوكوز قلت لكم في الاول طيب وبعد كده هيبقى هايبر. طب السيرم كالسيوم؟ انا ما بقولش البنكرياس الكالسيوم، انا بقول السيرم كالسيوم. هيبقى عنده هايبو كالسيميا. لو احيانا يعني حصل هنا الموضوع كبير وعامل اوبستراكشن هنا كمان ممكن البلوروبيك كمان يبقى ايه؟ يبقى كلمه لاب فيها سي بي سي، فيها جلوكوز، فيها كالسيوم، فيها بالروبن. دي الحاجات اللي هي اسمها لابوراتور. في ثلاث ايه؟ مش السبت هو ده بيروح يترسب على الفات، ده بيروح يترسب على البنكرياس، يبقى الكالسيوم اللي في الدم ايه؟ الفيت ماري. عشان الكالسيوم بيحب الفات. بيحب الفات ليه؟ دي علاقه قديمه انا ما اعرفهاش. ال في عندي شويه حاجات ايمج بقى، ايمج سهله جدا، الترا ساوند وسي تي وام ار اي، كل دي حاجات تشخص. في حاجه اسمها ام ار سي بي، بتطلب عليها بجد. الام ار سي بي هي الام ار سي بي ده صناعه انفيد بنادي الثابته وتدخل وتمشي وتصور. ده انا بعمله بعد الاكيوت بانكرياتايز. ليه؟ اشوف حجم البنكرياس قد ايه؟ يعني ايه؟ يعني شويه البنكرياس حصل فيه اكيوت كونديشن وكان فظيع وديستراكتيف والحاجات دي كلها. طب ايه اللي حصل بعدها؟ يعني بعد ما عملها، بعد ما حصل كده، الجزء اللي فاضل من البنكرياس قد ايه؟ فده يقول لك اه انت عندك ثلث البنكرياس، عندك نص البنكرياس، يعني يديك فكره عن الكونديشن. اثناء الاتاك اوف اكيوت بنكرياتايتس ناس مجرمه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه ار سي بي ويدخل هنا. هو اشهر سبب كان ايه؟ كان كوليسترول. هو عايز يدخل يعمل ايه؟ عايز يدخل يشيل مين؟ يدي دراماتيك ريسبونس. العين ده بص يقوم ايه؟ خلصت لانه شال ايه؟ الحاجه اللي كنت قلتها وشويه الانفلاميشن، خلاص الموضوع هيبقى ريجريسيف والامور تتحسن تماما. فالاي ار سي بي ليه دورين، ليه دورين دايجنوستيك وفي نفس الوقت هيبقى ثيرابيوتيك. تمام؟ ممكن يحصل ريجنريشن بقى شويه بس ايه، في جزء ممكن يبقى مات مش هيخف تاني، لكن الباقي هيشتغل كويس ونمو الوظيفه. بس عايز اقول لكم حاجه، ان الموضوع هنا ممكن المورتاليتي في بعض الحالات السيفير فورمز تبقى اكثر من 60%. يعني تخيل لو الموضوع ايه؟ اتساب بقى والحلق. يعني هي ديبينس على ايه؟ ديبينس على ايه؟ هو الاوبستراكشن قد ايه؟ والانزايمز قد ايه؟ والشخص ده كفاءته ايه؟ يعني اكيد مش كل الناس، في ناس المورتاليتي 1% وفي ناس المورتاليتي فوق 60% على حسب عوامل كتيره. طيب تعال نألف العلاج، نألف. ألف العلاج. واحد واحد ركب له نيزو جاستريك تيوب وما ياكلش اي حاجه. لا ما ياكلش ايه؟ هو الاكل يعمل له ايه؟ هيزود البنكرياس. امال هيعيش ازاي؟ ها؟
ماشي على اي دي لاين خلاص دي خلصت. وكمان هو عنده اصلا نوزيا وبومتنج ومش مستحمل ياكل حاجه من الاساس. فانت ماشي على اي دي لاين اديله انرجيتك عنده سيفير بين لازم اديله انرجيتك. احسن حاجه تديله المورفين سوري البتازيل وافويد المورفيا. افويد المورفيا ليه؟ انا بقى افويد المورفيا ليه بقى؟ المورفيا بتعمل كونتراكشن للسفنكتر وفويد يعني هزود الكونتراكشن يعني ايه؟ استجنيشن اكتر واكتر. عشان كده افويد المورفيا ودي مين؟ ودي البتازيل. انا كده قلنا افويد المورفيا مرتين اهو وهنا وكمان مع الريسبيراتوري ديزيز لو حد عنده مثلا وسيفير بين زي النيومو توركس ولا حاجه ما ينفعش ادي المورف لان المورف اصلا بيعمل انهبيشن لمين؟ فاحنا عارفين ان هو بيعمل انهبيشن للسبايرال سيستم وكمان بيعمل كونتراكشن للسبيكتر وفاضي عشان كده ما ينفعش نستخدمه هنا. طيب خلاص انتوا اديتوا كده نيزو جاستريك تيوب هتديله هتسحب منها اي حاجه فومتس بتاع الكلام ده هتديله اي في لاين هتديله انرجيتك قوي حلو؟ ايه كمان؟ تديله انتي بايوتيك ما هو حصل علينا السوبر انفكشن تعمل ايه كمان؟ بيبدا بقى هو مش عارف يعمل حاجه هو كل اللي بيعمله ايه بقى بص بص يقول لك احنا خايفين اللي هيحصل في اي سي في حاجه اسمها بليتلت مش عارف مكتوب عندكم ولا مكتوب ايه؟ بليتلت اكتيفيتنج فاكتورز انهبيتور ده بيعمل ايه؟ مش انا قلت لكم ان السايتوكايز اللي طالعه من هنا بروكو اجلنت وهتستهلك بليتلت والكلام ده دوت يوقف البروسيس اوف ايه؟ اوف دي اي سي فيحمي العيان من ايه؟ يحميه من هذه الدي اي سي وهو تو ستوب دي اي سي اللي هي خطيره جدا. ها اديله فلويد عشان ما يدخلش فيه اكيوت رينال فيلر ولا حاجه وبعدين تقعد تدعيله وتقرب من نفسه يعني. دكتور انت ما قلتش ولا حاجه سبيسيفيك في العلاج. طبعا ما قلتش حاجه سبيسيفيك في العلاج. وين سبيسيفيك؟ هو شيل الكحوليات خلاص وانا اسحب منه الكحوليات ازاي؟ هو عنده اوبستراكشن لو عرفت اعمل ار تي بي واشيل الاوبستراكشن مش ما عرفتش يبقى انا هعمل ايه؟ هي حته هتموت على فكره الحصوه دي ممكن تبقى صغيره وتنزل ولا حاجه وخلاص وتختفي يعني ويبدا جزء ثاني من البكتيريات هيحصل له ريجنريشن والامور بتاعتي تتحسن ماشي الحال؟ كلمه اكيوت بكتيريا دايتر يعني تبقى عرفتها لانها موجوده بس في الكوريكولم لكن ما حصلتش قبل كده سؤال باي حال من الاحوال. اللي يجي لكم بقى هو الكوريك بكتيريا دايتر. تقول لي اشمعنى؟ تقول لي اشمعنى يجي لك كرونيك بانكرياتايتس؟ ليه؟ اصل الكرونيك بانكرياتايتس ده خلاص بقى فيه التهاب مزمن في البنكرياس وده سببه الرئيسي هو الكحوليات ممكن فايرال انفكشن ممكن حاجه ثانيه لكن السبب الرئيسي هو الكحوليات وهذا المريض بريزنتد بحاجتين هو مش البنكرياس ليه اكسوكراينال واندوكراينال لاك اوف اكسوكراينال هتكتب درس المال ابزوربشن كامل اللي هو اصلا اهم درس في الجي اي تي كله. والجزء الثاني اندوكراينال اهم هرمون بيطلعه انسولين ده اسمه سكندري دايابيتس وهتكتب دايابيتس بلس شويه الجاستريك بين. انا خلصت كلامي. يعني ايه كرونيك بانكرياتايتس؟ يعني ايه كرونيك بانكرياتايتس؟ يعني واحد عنده لوس اوف اندوكراينال اند اكسوكراينال فانكشن اوف بنكرياس لوس اوف اندوكراينال فانكشن يبقى دايابيتس ولوس اوف اكسوكراينال فانكشن يبقى مال ابزوربشن سندروم مع شويه بقى في انفلاميشن فيبقى عنده شويه ايه؟ ابيجاستريك بين. العلاج عالج المال ابزوربشن وعالج الدايابيتس وخلص بس. فهمت حاجه ولا ايه؟ يبقى مين الاهم بالنسبه لنا؟ احنا الاهم هو الكرونيك لكن الاكيوت اهم في الجراحه. ليه اهم في الجراحه؟ لان الجول ستون اصلا هو درس ايه؟ هو درس في الجراحه ده مش بتاعنا لكن احنا بتاعنا الكرونيك بانكرياتايتس. على فكره ما حصلش قبل كده بس هو لو هيجيب هيجيب لك الكرونيك ولو جاب لك الكرونيك اوعى تبقى ساذج وتكتب لي ثلاث سطور. لو قال لك كرونيك يبقى هتفتح في مين؟ هتفتح في المال ابزوربشن وهتفتح في وتفتح في الدايابيتس طبعا ماشي؟ كان في حد قولي امل بس او سأقولي او لا هي جاي مش هو في هنا فتحه مشتركه هنا حاجه صغيره جدا بدل ما تنزل هنا للفين رسالة في حته بس هو كده هو ده اكتر حاجه مفيش ايه ما هو لما تقعد هنا فتره طويله الانزايم يحصل لها ستريشن يحصل لها ستريشن لوحدها قول مين كان بيسأل ورا يلا اسئله بسرعه قول بسرعه عشان حاجه مهمه بس.
ماشي، بس هو الكرونيك ايه بقى؟ يعني خلاص حصل ديستراكشن لاجزاء من البنكرياس مش عارف لا يشتغل الاندوكراين ولا الاكسوكراين. هنا الانزايم في الاكيوت انت قفلت فجاه، فالانزايم زادت وكانت البنكرياس. طب خلاص عدينا المرحله دي وبقى كرونيك، اصبح في اجزاء صغيره هي اللي شغاله. طب الاجزاء الصغيره مش مكفيه احتياجات الجسم، فهو كانه ديفيشنس يعني. اللي هو الامايليز يعني قصدك؟ انت ما صنفتش معنى ده. انا بقول لك ان هو الانزايمز دي اعلى حاجه ليها في اول يومين ثلاثه، بعدين خلاص بيحصل لها اكسكيوشن عن طريق الكدني. لما يكون عندي سودو سيست، السودو سيست ما بتحولش فيها انزايم، فكل شويه تطلع شويه سيركيليشن، كل شويه تطلع، فيفضل بيرزيستنتلي اليفيتد انزايمز امايليز يعني. ماشي مش نقطه كده؟ تمام. لا مليون حاجه تعمل جوانتي دي. عيب السؤال ده. اه ايه ده؟ سؤال ده واحنا بنخلص السنه، بعد ما نخلص السنه يعني قلنا مليون مره سيمباثيتك الاستريس العالي بيشغل سيمباثيك. الاوفر ستريس هي اللي بتضغط بشكل مين؟ فرص المزاج مشهوره جدا. وبعدين قلنا ايه؟ ستريس زي زياده الانتركرينال تنشن ويتش ستيميليت فيكال نيوكليس ان برنستن. انا قلت كده؟ ها ايه تاني؟ ها؟ انا ما قلتش كده، انا قلت انا خايف من الحصوه الصغيره عشان دي ممكن تتسلل وتيجي تنزل هنا. بس الاثنين طبعا وحشين يا اسماء اكيد يعني، ما اظنش ان الحصوه يعني تعمل لي مثلا حصوه اثنين اكيد يعني الاثنين وحشين، بس هي دي اوحش انها ممكن تيجي تنشا هنا. اوكي وبعدين الكبيره ده شايفها عارف مكانها. بعدين اللي مش بتقدر يشيل عضو يدخل يشيل الار يدخل يشيل المراره كلها. لا هو الموضوع بس خلاص. خلاص بقى كفايه. كانسر بنكرياس كلمه بس، كانسر بنكرياس ده بيحصل بنسبه 70% في الهيد والبنكرياس، بيجي في الهيد هنا عشان كده بيعمل صوره من صور الاوبستراكتيف جوندس كما تعلمون ولا ايه؟ بيجي في الهيد 70% بيكون في الهيد، و 90% هو اصلا بيكون ادينوكارسينوما يعني بيطلع من الداكت اللي مبطنه الكانريك دي او تعرفين الداكت بتاعت البكتيريا الداكت ايه؟ بيطلع من الابيثيليوم بتاعها. بيحصل هنا في الهيد وممكن في النوادر يحصل في التيل اوف بنكرياس. لو حصل في التيل اوف بنكرياس مش هيأثر على البيلياري سيستم تماما. لو جه عند الهيد طبعا هو بيجي في صوره ايه؟ في صوره اوبستراكتيف جونز. مع كل الاسف والالم ده اكتر في مين؟ في الرجاله واكتر في الناس اللي بتشرب كحوليات ودايما مع السن الكبير. البرزنتيشن بتاعته هو سيفير ايبيجاستريك بين وشوتنج تو ذا باك نفس القصه وبيكون معاه تندرنس والعيان دوت بيحصل معاه ماركت لوس اوف ويت اند كاشيكسيا. وانا قلت لكم حاجه اسمع اللي هقوله ده، راجل كبير بيشرب كحوليات عنده ايبيجاستريك بين واوبستراكتيف جوندس وماركت لوس اوف ويت خلاص خلصت. خلصت. شايف المواصفات اللي انا قلتها دي؟ راجل بيشرب حواليات عنده شويه ايبيجاستريك بين بريزنتد باي اوبستراكتيف جوندس وعنده ماركت لوس اوف ويت يبقى الحاله اسمها ايه؟ كانسر هيد اوف بنكرياس. هتشخصه ازاي؟ اعمل سي تي وام ار اي اكيد او سونار يقول لك ان في كانسر هيد اوف بنكرياس. هتعالج ازاي؟ هتشيلوا قلت لكم بقى في عمليه اسمها ايه؟ ويبلز اوبريشن، في كذا ويبل معانا لكن في اسمها ويبلز اوبريشن اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيشيل البنكرياس بالديودرام فول ويوصل مين؟ الانترا مستومك يوصله بالجيجنوم على طول جيجنوستومي. او لو العين طبعا يعني الموضوع بقى انتشر فساعات التيومر ده بيخرج بره اطار البنكرياس وينتشر في اماكن اخرى، لو انتشر في اماكن اخرى خلاص يبقى باريه تتفري تدي له شويه مسكنات. بيبقى دوله ترامال ترامادول والحاجات دي عشان بس يخفف الالم، لكن تبقى عارف ان الموضوع ايه خلصان تماما. ده اسمه فاليتف تريتمنت، ده اسمه كانسر هيد اوف بنكرياس مش عايزه بالمصري.